حسن دياب أوفيشال تيم على تويتر: انتقادات المغردين، فيلم كوميدي ومصادر السراي للأم تي في قد يكون فيلما تراجيديا. جويس عيي. حسن دياب أوفيشال تيم فور بلانز أند سجستشنز، أي فريق العمل الرسمي لحسن دياب للخطط والاقتراحات. حساب جديد أطلقه منذ 3 أيام رئيس مجلس الوزراء دكتور حسن دياب بهدف تسهيل التواصل بين الشعب والدولة، كما يرد في أول تغريدة من الحساب. وفي خانة التعريف عن الحساب كتب: شاركونا اقتراحاتكم ومشاريعكم واعتراضاتكم، معا نواجه كل التحديات من أجل الأفضل. أكثر من ذلك، للحساب قواعد وقوانين للحوار على الصفحة مؤلفة من نقاط 4: اعتماد مبدأ الحوار البناء مع الآخر، الامتناع عن إهانة الأشخاص، إبداء الرأي باحترام، وعدم استخدام الكلمات النابية، لنعكس معا صورة وطن شعبه مثقف ومتحضر، يضيف الحساب. وبعد ساعات قليلة على انطلاق الحساب بدأ التفاعل معه من اللبنانيين. كتب بعض المغردين الشكاوى عن رشاوى مثلا في شباك دائرة النفوس في سراي النبطية، ليرد عليهم الحساب: هل يمكن أن نحصل على إثبات؟ ليكتب حساب آخر: هذا ليس شأننا، أنتم من يفترض أن تتقصوا. وليرد بعدها حسين صاحب الشكوى: إن القصة حصلت معه. لا ثقة بهذه الحكومة من قبل عدد كبير من اللبنانيين، هذا ما ظهر من عدة تغريدات كتبت تضمنت تفاعلا سلبيا مع الحساب، مثل: بكف رأس على وجع الشعب، فريق عمل حسن دياب أهضم فريق لأني حاسس حالي بفيلم كوميدي، غير موجودين بالخدمة لأننا سنعود بعد قليل، هيدي الحكومة بدها تتحرك، لو بدها تشتي غيمت، سامعين بشي اسمه تفتيش المركز التابع مباشرة لرئاسة الحكومة؟ مصادر السراي الحكومي تقول للأم تي في إن الحساب أنشئ بهدف حصر شكاوى الناس واقتراحاتهم بمكان واحد. وتضيف المصادر: من حق الناس الوصول إلى رئيس الحكومة والتواصل معه. وعندما نسأل المصادر ما إذا كان رئيس الحكومة يطلع شخصيا على تغريدات على هذا الحساب، تجيب: رئيس الحكومة يتابع شخصيا كل التعليقات على تويتر، يقرأها ويحيلها على المعنيين. وتضيف: دياب يدخل شخصيا على حسابه على تويتر، هو متابع دقيق لكنه غير متفاعل على تويتر، بمعنى أنه لا يكتب تعليقات لكنه يحيل الشكاوى ويتابعها. هل لديكم فريق عمل يتابع على الأرض وليس فقط في العالم الافتراضي شكاوى الناس؟ نسأل مصادر السراي فتجيب: رئيس الحكومة ما عنده أجهزة متابعة، لكن هناك أجهزة الدولة كالقضاء والأجهزة الأمنية والتفتيش المركزي وغيرها. حسابات كثيرة غردت للحساب وشككت بالقدرة على محاربة أي فاسد لأن لا ثقة بهذه الحكومة. نسأل مصادر السراي عن هذا الموضوع فتجيب: أولا، لم تمر بعد 3 أسابيع على نيل حكومة الرئيس دياب الثقة، يعطونا فرصة على القليلة. وتضيف المصادر: ستكون هناك محاسبة فاسدين وليس فاسدا واحدا. من أعلى الهرم أم كالعادة سيكون كبش المحرقة الموظف الأدنى رتبة؟ نسأل المصادر فتجيب: من أعلى الهرم ونزول، بكرة بتشوفوا. وعما كتبه أحد المغردين أن ما يحصل فيلما كوميديا، تجيب المصادر: ينطروا ويشوفوا إذا الفيلم كوميدي أو تراجيدي رح يكون، وإذا نحن جديين أم لا. المطلوب إذن الانتظار، طلب ليس بالسهل على شعب ملا الانتظار.